أهلا بكم في حلقة حوارية من بيروت اليوم. أستضيف عضو كتلة المستقبل النائب كاظم الخير، وهذه أبرز الملفات التي سأناقشها معه. كيف سيتعامل تيار المستقبل مع بيئة التطرف والإرهاب؟ ما خلفية اللقاءات الباريسية؟ حلحلة ملف الرئاسة أم ضبط الوضع الأمني؟ أهلا وسهلا فيك أستاذ كاظم الخير، عضو كتلة المستقبل. لو سمحت أستاذ كاظم، خلينا نضوي قليلا على هذا الشأن الأمني وإعادة أو عودة الإرهاب للضرب من جديد في لبنان، علما أن الأجهزة الأمنية مجتمعة مشكورة تقوم بجهد جبار لكسر هذا، يعني هذا المخطط إذا جاز التعبير. أنتم كيف تتعاطون مع هذا الملف؟ كيف تقرأ هذه العودة للإرهاب إلى لبنان؟ يعني بداية بدنا نترحم على شهداء الأجهزة الأمنية وشهداء الوطن ككل، يعني اللي فدوا أرواحهم في سبيل هذا الوطن، لأنه كنا عارفين أنه هذه التفجيرات فشلت، ما وصلت لأهدافها، والسبب هو الأمن الاستباقي اللي فصل، وهل الشهداء والجرحى اللي سقطوا من المؤسسات اللبنانية الرسمية هن حموا مراكز كان ممكن يكون فيها شهداء مواطنين مدنيين كتير كبيرة. لذلك أول شيء بدنا نترحم عليهم وندعي بالشفاء العاجل للجرحى. نحن كتيار مستقبل بهذا الموضوع موقفنا واضح، نحن بنعتبر الإرهاب لا دين له، وبنعتبر أنه اليوم هذا الموجة الإرهابية اللي عم تضرب لبنان هي موجة استجلبت إلى لبنان من خلال تورط حزب الله في سوريا. أما كيف بده يتواجه هذا الموضوع، أنا برأيي هذا بده تضافر جهود، بده تعاون الأجهزة الأمنية، بده غطاء سياسي لكل الأجهزة الأمنية، ونحن كتيار مستقبل داعمين مؤسسات الدولة كلياتها بهذا الموضوع، تحديداً العسكرية، لكشف كل هذه الشبكات وتوقيفهم وسوقهم إلى العدالة. اليوم عم نشهد حالة هلع عند المواطنين. بتقديري أنا مواجهة هذه الحالة بتكون من خلال الكتمان، يعني عمل الأجهزة الأمنية أنا برأيي هون بتوجه للمؤسسات الإعلامية إنها ما تعرض كل شيء للمواطنين بشكل فوري، ممكن تعرض شيء حدث قبل لحتى ما تخلي يصير في أول شيء تفتح مجال للإرهابيين بالهروب والتهرب، أو لا حتى تعمل حالة هلع بمناطق معينة، خصوصا إنه إحنا ممكن بعد شهر رمضان الكريم ممكن متوقعين يكون في موسم سياحي. هلا للاسف بهالمرحله هذه انضرب الموسم كلياته. بعتقد انا انه نحن بهذه يعني المرحله، يعني تعتقدون ايضا السبق الاعلامي بهذا الاطار؟ او امبارح سمعنا الرئيس تمام سلام عم يحكي عن الاعلام، وانتم هلا المشكله مش عند الاعلام، المشكله حقيقه وكأن هي الاعلام هو يستخدم الارهاب. الاعلام الاعلام وجبته انه ياخذ الخبر وينشره للمواطنين، ونحن ببلد حر، ونحن العالم كلها بتحسدنا على حريه الاعلام اللي عندنا الموجوده، ولكن المطلوب بالتحقيقات ما تنشر قبل ما تستكمل، لأنه ممكن تروح فرص على الأجهزة الأمنية أنه يكبشوا شبكات تانية تعطيهم فرصة أنه يهربوا. لذلك هون دور التسريبات، التسريبات هي الأساس. وتاني شيء كمان التسريبات اللي يمكن مش جاي من جهات أمنية، يمكن عم تفبرك، عم تخوف المواطنين كمان، وعم تعمل حالة ذعر وهلع. أنا بعتقد أنه نحن أهم من كل هذا، المواجهة بلبنان بتنطلق من مبدأ واحد، واللي هو إرادة اللبنانيين بالحياة. إرادة اللبنانيين بالحياة أقوى من أي إرادة تانية. لذلك من هون بنبدأ، من المواطنين اللبنانيين يلي عم بيكونوا اليوم مثل الأجهزة الأمنية عم بيراقبوا وعم بيتابعوا وعم بيرجعوا يعيشوا ويبنوا ويعمروا ويستثمروا بأصعب الظروف. خلال الحرب الأهلية بلبنان لقينا اللبنانيين رجعوا استنهضوا قواهم ورجعوا بنوا لبنان بأحسن طريقة. اليوم كمان نحن منتكل على إرادة اللبنانيين بالحياة، إرادة اللبنانيين بالعيش، بالعيش معا، وبالإضافة لأنه في عدة استحقاقات لازم تنفذ وتأخذ مجراها لحتى نعطي غطاء للبنان من موجة الفلتان الأمني اللي عم تشهد المنطقة، موجة يعني الحرب فينا نسميها، صارت حرب بالمنطقة من سوريا للعراق.
مشان ما تنتشر إلى لبنان. مطلوب اليوم أول شيء انتخاب رئيس جمهورية، مطلوب التوافق، مطلوب تضافر الجهود، مطلوب دعم المؤسسات العسكرية، توحيد الرؤية بموضوع لبنان، بالإضافة لأنه مطلوب كمان الالتزام بإعلان بعبدة يلي كان مفروض كل الأطراف السياسية وافقت عليه. نحن بنعتقد أنه التفجيرات الأخيرة يلي صارت أكدت على نقطتين أساسيات، أنه موضوع الحرب الاستباقية اللي أعلن عنها حزب الله لما دخل على سوريا أثبتت فشلها، أنه هو عمل حرب استباقية ودخل إلى سوريا ليمنع التفجير بلبنان. أول شيء نحن ما شفنا تفجير قبل معركة القصير بلبنان، بعد معركة القصير مباشرة بدأت التفجيرات بلبنان، لذلك مأكدين أنه استجلاب الإرهاب كان من خلال دخول حزب الله وتورطه بالداخل السوري. عامل التاني، وأكثر من هيك العامل الثاني اللي نحن اليوم شفناه أنه حزب الله بكل قوته العسكرية ما قدر يحمي الضاحية من التفجيرات. اللي قدر يحمي هو الدولة، هو الأجهزة الأمنية. اللي قدر يعمل نوع من أمن استباقي ويكشف الشبكات هو الدولة اللبنانية. لذلك لما بيطلع مسؤول من حزب الله بيقول بنو الدولة بعدين تعالوا لعنا، نحن اليوم عم الدولة عم تأكد أنه هي الوحيدة اللي قادرة تحمي الكل، اللي قادرة تحمي تيار المستقبل، اللي قادرة تحمي حزب الله، اللي قادرة تحمي كل التيارات بلبنان وكل المواطنين من كل الطوائف ومن كل المناطق. لذلك نحن ما زلنا معولين وحنبقى معولين على بناء الدولة. طب خليني في عندي كم نقطة يعني من خلال الكلام يلي حضرتك تفضلت فيه، إن كان من الحرب الاستباقية التي أعلنها حزب الله إلى الدولة الوحيدة القادرة على حماية كل اللبنانيين قبل ما أروح لهون، يعني بالإرهاب وعم نحكي عن موقف طيار المستقبل بما يحصل، لكن هل هناك بيئات حاضنة لهذا الإرهاب في لبنان؟ هذه نقطة كتير مهمة، وحقيقة أنا كمواطن لبناني فخور بكل الطوائف وكل الأطراف اللبنانيين أنه من وجد بيئة حاضنة للإرهاب بلبنان. والسبب هو أنه لما عم بأي معنى ما في بيئة لا لا كيف ما في، لما بتشوف أنت الانتحاري عم يدخل إلى مناطق ما في مين عم بيدله، ما في مين عم بيرشده، ما في مين عم بيساعده، ما في جهاز أو مجموعة أو تنظيم أو مجموعة لبنانيين، مش حتى ما نقول يمكن بيطلع عندك شخص فرد أو فردين مستفيدين ماديا مش عارفين وين كيف عم بيساعدوا، ولكن كمجموعة قوى لبنانية ما في أي طرف لبناني عم بيساعد بهذا الموضوع. أكبر دليل هو الإرباك الحاصل عند الإرهابيين، يعني لما عم يدخلوا إلى مناطق ما نون عارفين وينية، عم ينزلوا بأوتيلات مش عم يقدروا ينزلوا بمحلات محصنة، عم ينكشفوا قبل ما يعملوا التفجيرات لأنه ما في يد عون لإلهم من أي طرف لبناني ومن أي جهة لبنانية. اللي بدي لك أكثر من في لبنانيين هن عم بيأمنوا لهم، يمكن بتلاقي فرد أو فردين مضللين أو مستفيدين ماديا. يعني إذا بدك نحكي عن منذر خلدون الحسن يلي عم بيأمن لهم الأحزم الناسي والمتفجرات لهذه الشبكة يلي لقطت بديروي، عائلته كلها عنده خيين إرهابيين انتحاريين بأحدى الحواجز السورية، ابن عمه ما بعرف وين انلقط بأفريقيا كان عم يعمل عمليات إرهابية. يعني ما عم نتهم لكن بدنا نضوي بشكل شفاف، إلى أي مدى هناك حضن، إلى أي مدى هناك ثقافة بين المجتمع في المجتمع اللبناني ككل؟ ما عم نقول اللي عم قوله أنا أنه ما في بيئة حاضنة مش يعني ما في فرد ممكن عظيم يشارك بهالعملية. يعني اليوم في واحد شخص فجر حاله سعودي، ما هيك؟ نعم. هل سعودية أو المملكة العربية السعودية متبني هذا الشخص أو في دعم لإله أو في توجيه لإله بهذا الموضوع؟ بالعكس، ما هي المملكة العربية السعودية عم تتعرض كانت لهذا النوع من الإرهاب، وهي أول دولة واجهت الإرهاب وقدرت تعمل خطة لحتى توقفه، هو أصلاً مطلوب بالسعودية. اليوم إذا طلع في حدا من طائفة معينة شارك بهذه العملية، ممكن يكون في تجار سلاح دخلت بهذه المواضيع تجارة، في ناس انغسل دماغها وغرر فيها وضللت وراحت بمحلات غلط، ولكن البيئة المحيطة ما قبلتهم. وأكبر دليل نحن بمنطقتنا بحرب مخيم نهر البارد، المنطقة وقفت مع الجيش بوجه بعض الإرهابيين اللي كانوا موجودين بمخيم نهر البارد، وقدمت شهداء مع الجيش اللبناني، نزلوا قبل الجيش اللبناني لمقاتلة الأشخاص اللي كانوا طيب عم يسكوا بالجيش اللبناني. طيب
هذه البيئة اللي عم بحكي عنها أنا، هذه بيئة تيار المستقبل، هذا هو مشروع رفيق الحريري. طيب. هذه الناس اللي قام الجيش اللبناني واستخبارات الجيش اللبناني تنقول إنه الأجهزة الأمنية قامت ببعض الاعتقالات بقلب طرابلس. صار في اعتصامات وتظاهرات وأصوات منددة وقامت لقيامة إنه كيف تعتقلها، وعلما إنه ربما يكون اعتقاله على حق أو خطأ، يعني في إذا بدك حالة أمنية بتخوف بالبلد. يعني فاتوا على أوتيل نابليون، اعتقلوا 20-30 شخص، طلع في واحد منهم إرهابي. لكن إذا ما بدنا نعمل حروب استباقية للإرهاب، كيف يعني إذا ما كان الشارع مساند الأجهزة الأمنية، كيف ممكن هذه الأجهزة الأمنية يعني تقدر يعني تعتقلهم؟ مش كل ما واحد طلع لقط الشارع لقط بده يتحرك الشارع. الشارع أنا برأيي مساند للأجهزة الأمنية، ولكن بأي معنى؟ في بعض الممارسات بيصير في بعض المحلات في أخطاء، وهذا شيء طبيعي من 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 عن غير يعني عن غير قصد ممكن يصير في بعض الأخطاء. العالم تراكم الأخطاء خليها تشك أوقات ببعض الأمور، ولكن أنا بأكد لك إنه بالبيئة يلي نزلت هيدي على الشارع واعتصمت، مجرد ما نعرف إنه في واحد مكموش هو إرهابي وداخل بموضوع الإرهابي ما حدا بيحميه. بينما شفنا بمحلات تانية إنه في ناس اعترفت بالعمالة لإسرائيل وظل في بيئة حاضنة لإله. اليوم اللي عم نحكي عنه يعني لازم يكون في بالانس، يعني مش بالانس يعني لا مش هون ما عم نحكي ستيب ستنكرر، لا شو اللي عم نحكي فيه انه نحن في ناس اسلاميين موقفين من 7 سنين من دون محاكمات. هيدا اكبر انواع الظلم. انت لما بتوقف شخص هيدا بتعرف انت نايب طيب انت نايب حقه انه يتحاكم. انتوا كتيار مستقبل بتعرفوا التحدي الاكبر بهيدا الاطار، حتى نعم. شكلت محكمه بقلب سجن رومي لمحاكمه هؤلاء. صحيح. وعلما ودائما بنشوفها، والوزير نهاد المشنوع بيقول انه الارهاب ربما يكان يدار من قلب سجن رومي. بدك اكثر من هيك؟ يعني الوزير نهاد المشنوع شو قال؟ يعني وبعده الشارع كل ما اعتقل حدا بيتحرك الشارع. اللي بدي اقول لك يا انا انه المطلوب اليوم هو العداله. الشارع بده العداله. لما يكون في حدا متورط بهيك امور، انا عم اقول لك الشارع كله مش حيوقف الا جنبه. ولكن لما نحن بنشوف عميل اسرائيلي اعترف بيطلع خلال فتره سنتين، وناس 7 سنين ما تحاكمت، يمكن وعندها امور سهله عاديه جدا، ويمكن لا يمكن يكونوا ارهابيين، بس هذا الاساس انك تحاكمه. هيدي شغله. الشغله الثانيه انه صار في عدد من الاخطاء بممارسات، انا بقول لك يمكن مش عن طريق مش قصدا، يمكن عن طريق الخطا ببعض المحلات بشمال، مثل ما قضيه الشيخان اللي صارت بعكار وغيرها من الامور، خلت الناس انه يصير عندها حاله شك. انا اللي بدي اقوله اليوم المطلوب الوعي بهذا الموضوع. اهل الشمال انا بعتقد انه يمكن هن من اوعى الناس، وهن ما بيقبلوا ابدا انه يصير في فتنه بلبنان تؤدي الى حرب اهليه، وبالعكس هن مستعدين يعضوا على الجرح بكل المراحل مثل ما شفنا بمراحل سابقه، ويلي هن تعرضوا له من خلال عمليات القنص وعمليات المعركة اللي كانت عم تصير على طرابلس. ما حدا تعرض له بلبنان، وصبروا وصمدوا، وقفوا إلى جانب الجيش اللبناني، وقفوا إلى جانب المؤسسات الأمنية، واليوم هن واقفين كمان إلى جانب المؤسسات الأمنية. وأنا بأكد لك أنه الرئيس سعد الحريري بكلام واضح لكل مسؤولين تيار المستقبل ولكل جمهور تيار المستقبل، ما بيقبل أنه يكون تيار المستقبل شكله غير شكل رفيق الحريري. عظيم. وهيدي من الثوابت. إلى أي يعني مدى؟ قال إلى أي مدى هذا الكلام؟ إما بيكون هو على لسان حال كافة نواب وقادة تيار المستقبل. خلينا نكون واضحين كمان أكثر، لأن في كثير عم تسمع الكلام عم يطلع للإعلام، منه شيء سر، منه شيء سر. إلى أي مدى يعني تشديد الرئيس سعد الحريري على هذا الكلام ربما يكون لتغطية الكلام يعني غير مقبول بتيار المستقبل؟ انا باكد لك انه النواب اللي عم تقصدهم يلي هن من شمال وزملائنا ما بيقصدوا بكلامهم انه كطائفه سنيه بدها تروح باتجاه الارهاب او بدها تروح باتجاه داعش وشي من هالنوع. كلامهم عم بيقول انه صححوا الخطا يلي عم يرتكب بمحلات معينه، وما تخلوا ما 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 حزب الله ما لازم يستقوي على طائفه اخرى ويستاثر من خلال وجود سلاحه وامكانياته العسكريه بحقوق باقي الطوائف بشكل انه عظيم. لكن اليوم ليؤدي لمحل اليوم المعركه وطنيه ضد الارهاب. نعم. الخلاف مع حزب الله شان اخر، اليوم في معركه
الإرهاب يطال الجميع. امبارح لقطوا خلية كبرى بالقلمون، بالقلمون يعني على يعني بالقلمون يعني، وكانت تريد قلمون لبنانية طبعا متحضرة بس يعني الإرهاب، الإرهاب يريد أن يطاول كل لبنان. المعركة اليوم هي معركة ضد الإرهاب، مش معركة مع حزب الله أو غير حزب الله، هيدا هو الأساس. أنا بأكد لك أنه نحن متمسكين بثوابتنا، وموضوع الإرهاب والإرهابيين والتكفير وكل أنواع التحريض هذا يلي عم نشوفه ما له علاقة لا بالدين الإسلامي ولا له علاقة بالسنة بلبنان ولا له علاقة بالسنة بالعالم. هذا أصلا هو انعمل لتشويه صورة الإسلام ولتشويه صورة المسلمين، والشباب يلي عم ينعمل لهم غسيل دماغ وعم يروحوا يفجروا حالهم وينتحروا بطريقة ولا أشنع من هيك ويأذوا العالم، هولي إذا فينا نتوجه لهم لنقول لهم أنه أنتوا بأفعالكم هاي عم تضروا صورة المسلمين وصورة الإسلام. ونحن كتيار المستقبل متمسكين بمشروع رفيق الحريري يلي هو الاعتدال ويلي هو المحبة والتسامح، يلي هو بيمثل كمان الدين الإسلامي. الدين الإسلامي هو دين محبة وتسامح مثل الدين المسيحي ومثل الأديان السماوية كلياتها يلي بتحكي عن المحبة والتسامح. هلأ في ممارسات خاطئة بمحلات معينة، هذه مفروض تتعالج، بتتعالج عن طريق تضافر الكل وتضامن الكل. واللي بيعبر عن موقف تيار المستقبل هو كلام الرئيس سعد الحريري لما قال نحن داعمين للمؤسسات الأمنية والعسكرية وبيانات كتلة المستقبل، هذا هو بيعبر عن موقف تيار المستقبل ككل. ولكن في بعض المحلات بيسوى انه نحن نلفت الانتباه لبعض الأخطاء بمحلات معينة ممكن تؤدي إلى مشاكل أكبر. لما أنت بتحط إصبعك على الجرح وبتقول هون في غلط لحتى تصلح مش لحتى تأذي، فهذا هو المنطق يلي بعتقد في عدد من النواب الكتلة عم بيحكوا فيه. عظيم. طيب ما بدي فوت بتفاصيل بعض نواب الكتلة يلي خارج نطاق ربما كلام الرئيس سعد الحريري. صحيفة الأخبار كشفت مصادر مطلعة للأخبار أن النقاشات داخل الجسم القيادي في المستقبل لامست حدود التوتر بعدما ظهرت ميول لدى قيادات مناطقية إلى تبرير الأعمال الإرهابية الجارية، وأوضحت أن الرئيس الحريري يمارس ضغطا على القيادات البارزة لمنع الدخول في حملة تظهر تيار وبيئته الشعبية في حالة احتضان للانتحاريين. كلام غير صحيح أبدا، كلام تضليل ومحاولة للتعمية على أخلاق تيار المستقبل وقيادات تيار المستقبل ونواب تيار المستقبل وجمهور تيار المستقبل، هذا تعمية وهذا كلام. الرئيس سعد الحريري ما طلب من الرئيس فؤاد السنيورة خلق خلية طوارئ تهدف إلى محاصرة الحالة التكفيرية الناشطة في أكثر من منطقة؟ ما في شيء منه هالكلام. بأسوأ الظروف اللي كان ظروف أصعب من هيك، وقت اللي كان فيه موجود موضوع الأسير وموضوع طرابلس والمعارك القائمة وقادة المحاور، تيار المستقبل كان كله بتوجه واحد وكله فريق واحد وما بحياته كان فريقين. المحاولة هون لتقسيم التيار أنه والله في فريق متشدد وفريق معتدل، هذا كلام غير صحيح. التيار كلياته ماشي بخط الاعتدال، وتيار كلياته متوافق على السياسة يلي بيرسيها الرئيس سعد الحريري أكيد مع الجو الوفاق والتحاور ويعني التوافق على الخط السياسي العام. يعني نحن بتيار لكن ديمقراطي، مش غلط يعني تيار ديمقراطي ممكن يكون فيه تنوع بالأفكار. عظيم. ولكن ما عم نحكي كتيار كتيار يعني بالجزء الآخر من السؤال أنه خلق حالة طوارئ بين قيادات التيار رجال دين بعض المرجعيات يعني لمحاصرة الحالة التكفيرية الناشطة في أكثر من منطقة بين مزدوجين، هذا هيدا بصحيفة الأخبار. هذا كلام في 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 حالة طوارئ اليوم، هذا كلام غير صحيح. تيار المستقبل ما عنده حالة طوارئ اليوم، ولكن عنده حالة طوارئ وقت اللي بقول لك كانت الظروف أصعب من هيك بكتير. تيار المستقبل دائما بحالة تواصل مع جمهوره ليشرح المبادئ ولحتى يشوف كمان شو رأي جمهوره. يعني بالنهاية نحن تيار شعبي، عنا عظيم اتصالنا مع شعبنا، ومعظم جمهور تيار المستقبل أو بدك تقول حتى بالأغلبية المطلقة ما بيوافق على العمل الإرهابي. هذا ما في مؤمن، ما في مؤمن على وجه الأرض بيوافق على هذه الأعمال الإرهابية، مش شو ما كان دينه شو ما كان طائفته. ما في لبناني، أنا باعتقادي ما في لبناني ممكن يقبل أنه على هذه الأعمال أنه واحد يروح يفجر حاله بمطعم أو بمقهى أو بأماكن عامة. بعدين المؤسسات العسكرية والأمنية مين هي؟ المؤسسات العسكرية هي أولادنا،
اولاد عكار، اولاد المنيا، اولاد ضنيه، اولاد طرابلس، ما هي اولادنا، اولاد البقاع، اولاد بيروت، هذه المؤسسات الامنيه وهذه المؤسسات العسكريه. لذلك هذا الكلام كله تضليل وتشويه لصوره تيار المستقبل من خلال بس اخبار غير صحيحه وغير قريبه الى الواقع يعني اطلاقا. انا هون باطار ما عم شكك بليبراليه تيار المستقبل، نحن عم نحكي ربما يكون بهذا الشارع العريض، ربما يكون بعض الناس عندهم هذا التفكير. هون دور تيار المستقبل بتطويق هذا الفكر. يعني في افكار خارج، في افكار هذا الجو، في افكار بعيده عن فكر تيار المستقبل، والدليل على ذلك فكر الاسير. يعني في افكار داخل هذا الشارع تنتقد ومغايرة لفكر تيار المستقبل. هون تيار المستقبل شو دوره؟ اللي بدي لك إياه أنا، هذا الجو هو شبيه بالجو يلي جرب يوصف طرابلس بقندهار وجرب يوصل الشمال ويوصف الشمال بالإرهاب. بعد ما انشال الغطاء عن رفعت عيد مباشرة انتهى كل شيء بالشمال، وأهل التباني طلعوا سلموا على أهل جبل محسن، وأهل جبل محسن سلموا على أهل التباني، وتبين أنه كل الكلام كان تضليل وكذب، وأهل طرابلس أهل العيش المشترك والمحبة والتسامح، مدينة العلم والعلماء، هذا الكلام غير صحيح. أنا اللي بدي أقولك إذا في حدا بالطائفة السنية عنده توجه غير توجه تيار مستقبل، مش معناته إذا من الطائفة السنية هو تيار مستقبل. لما نحن بنجي بنقول والله في ما بعرف ذكرت لي اسمه أنت عامل خلية وعم بي عم بي عم بيبعت متفجرات من بيت الحسن من اللي عم يجوا من الخارج للتفجير نفسهم. عظيم. هل تيار المستقبل له علاقه بهذا الموضوع؟ اوكي، يمكن نحن علينا مسؤوليه التواصل مع الناس اكثر، نشرح لهم هذا الموضوع انه خطا، ولكن في ناس عم تنغسل دماغها خارج لبنان. هل انكفاء تيار المستقبل في المرحله الاخيره نعم. عزز هذا الفكر؟ انا بقول لك اللي عزز الفكر الداعشي والارهابي بسوريا هو ظلم بشار الاسد وقهره للشعب السوري والمجازر اللي عملها، بالإضافة لكمان بالعراق المالكي عمل نفس الأسلوب، وشفنا قوى عظمى واقفة إلى جانب المالكي وواقفة إلى جانب بشار الأسد. الانتحاريين سعوديين بوجه يعني الانتحاريين اللي عم يجوا يفجروا حالهم امبارح، وبوجه إرادة الشعب العراقي وقفت الدول العظمى إلى جانب المالكي وإلى جانب بشار الأسد ولدت هذا الجو. الشعب السوري بمحلات معينة صار بده يخلص من الكابوس الأكبر، صار يلجأ بمحلات معينة لمين يقدر يحميه. لذلك هذا الجو هو ولد التطرف، ولكن الشعب السوري عنده أكثرية متطرفة أو إرهابية أو الشعب العراقي؟ أبدا. أنا بقول لك مجرد ما سقط هذا الغول المتوحش اللي عم بيأكل هالعالم واللي عم بيقتل هالعالم واللي عم بيسفك دمائهم، مجرد ما سقط الشعب السوري بيرجع لقواعده الأساسية، لاعتداله، لانفتاحه على الجميع. أنا بس اللي بخاف منه أنه هاي دول المجموعات كونوا عم بيستعملوا لتقسيم المنطقة لحتى ينقال انه بسوريا لازم تكون دولة علوية ودولة سنية ودولة درزية ودولة كردية واعراق وطوائف ومذاهب والى ما هنالك، من الاضافة للعراق. انا اللي شايفه انه ممكن يكون هذا مخطط كبير لتقسيم المنطقة ول يعني ترسيمها كدويلات متناحرة طائفية مذهبية متناحرة بين بعضها، ما في تعاون بين بعضها، هيدي بتكون فعلا الكارثة على المنطقة. إذا بدنا نرجع للبنان، نحن الأساس لازم لبنان نحيده بهذه المرحلة، شايفين إنه في حالة من ال رح روح للشأن اللبناني بعد البريك، بس أخذتني على التقسيم. يعني اليوم الخريطة الجغرافية المذهبية يعني باتت قريبة إذا جاز التعبير، انطلاقا من المناطق التي تحتلها داعش والفرقاء السياسيين العراقيين الذين يقفون وراء داعش. يعني اللي بدي اقول لك يا انا انه بالعراق صار في عندك شيء اسمه الصحوه والعشائر، وهيدي اللي ضربت الارهاب، وقفوا برج الارهاب. نعم. وقفوا برج الارهاب وحاربوا الارهاب وواجهوه ووقفوا الى جانب الدوله بمؤسساتها العسكريه بالعراق، ولكن ظلم المالكي رجع وصلهم الى مكان انه نحن ما بدهم ايانا نتعايش معهم بهذه الدولة وما بدهم ايانا نضرب الارهاب. لذلك انا عم اقول لك في جو كان عند الانظمة لخلق جو للتطرف، قمع وظلم لبعض الاطراف وتحديدا الطائفة السنية بالعراق وبسوريا وصلهم الى مكان بعيد عن
معتقداتهم ودينهم ومبادئهم وكل عملهم السياسي ولجأوا إلى مكان آخر لحتى يحموا نفسهم. اليوم عم نشوف هذا الشيء كنا بالعراق وعم نشوفه بسوريا. بسوريا شفنا 6 أشهر من الثورة السلمية، 6 أشهر من الثورة السلمية كل العالم غمض عيونه وترك هذا الشعب عم ينقتل وينذبح. لذلك هذا الجو يلي عم بيحاولوا يخلقوا منه شعب إرهابي هو جو اللي حتى يوصلوا إلى التقسيم بالمنطقة. شو أهمية برأيك هذه المساعدات التي أعلن عنها امبارح جون كيري، 500 مليون دولار لتدريب المقاتلين التابعين للمعارضة وتسليحهم؟ صرنا عم نسمع هالكلام سنين، 3 سنوات. إيه، 3 سنوات عم نسمع هالكلام. من فترة سمعنا رئيس جمهورية الولايات المتحدة باراك أوباما عم بيحكي إنه ما في جو بسوريا معتدل لحتى نقدر ندعمه. يعني أكيد لما بدك تتركه 3 سنين الجو المعتدل يا مات يا أما لجأ لمحل يحمي نفسه. يعني بالنهاية هذه طبيعة البشر. بعد في معتدلين ضمن المعارضة، أول شيء بيلجأوا له هو المكان يلي بيكونوا فيه أمنين. بعد في معتدلين ضمن المعارضة أنا بقول لك الاعتدال موجود بقلب كل واحد سوري. مجرد ما إنه هل الشبح اللي تخيم على قبولهم على قلوبهم وعلى عيالهم مجرد ما ينزاح بيرجعوا لقواعدهم وبيرجعوا إلى الاعتدال وبيرجعوا إلى المنطق وبيرجعوا إلى الدين الإسلامي الصحيح. كأننا عم نبرر يعني إنه نحن لأن في ظلم لازم ما عم نبرر. لازم داعش والنصرة تمارس هيدا الإرهاب. عم نعطي واقع، عم نقول إنه هيدا اللي صار سببه الظلم والقمع. يعني بس يسقط شو اسمه بشار الأسد في حال سقط يسقط علم داعش وهود الارتكابات يلي عم يعملها الشعب السوري بيسقطه. الشعب السوري هو بيسقط علم داعش. يعني بعتقد انا انه حتى داعش اللي قواها واللي اعطاها هالامكانيات بسوريا هو النظام. خلينا نتوقف حتى يقولوا انه عم يحارب الارهاب. نعم، بريك قصير ونعود لمتابعه بيروت اليوم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام لمتابعة هذه الحلقة من بيروت اليوم. ضيفي النائب كاظم الخير عضو كتلة المستقبل. قبل العودة معلش بدي أخذ من وقتك 3 دقائق بس أستاذ كاظم. اليوم قانون الإيجارات أعيد نشره من جديد في الجريدة الرسمية بعد ما تم الطعن فيه وإسقاطه في مجلس الشورى. هلأ بيشرح لنا باتريك لأنه لم ينشر، في إشكالية قانونية حول هذا الموضوع. معي على الهاتف باتريك رزق الله رئيس تجمع مالكي الأبنية المؤجرة. يعطيك العافية باتريك. أهمية إعادة النشر اليوم في الجريدة الرسمية ما معناتها؟ نعم، أنا بحب أكد لحضرتك عبر قناة MTV أنه اليوم أصبح لدينا قانون جديد للإيجارات يعيد التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين. أحب أكد اليوم أنه القانون، صدور قانون الإيجارات لا يعني أن هناك غالب أو مغلوب في هذه القضية. المنتصر هو الدستور اللبناني، العودة إلى احترام الملكية الفردية للمالك القديم، والقانون يحمي الفقراء من المستأجرين بتأمين الإقامة المجانية لهم 12 سنة من تاريخ صدور القانون ونشره، يعني من تاريخ اليوم، لأنه القانون صدر بملحق العدد 27 من الجريدة الرسمية بتاريخ 26/6/2014. لكن اليوم يستطيع نواب أن يطعنوا بهذا القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية؟ صحيح، نعم، هناك مهلة 15 يوم. كان في نواب، كان في 10 نواب طعنين فيه قبل نشره. نعم. هلا نعم. يعني شو أهمية النشر اليوم ولماذا لا تخشون الطعن من جديد؟ نحن ما بنخشى الطعن من جديد لأنه نحن نعتبر القانون دستوري بامتياز، حق الملكية مكرس بالقانون، وهناك حماية للمستأجرين الفقراء. إذن العدالة الاجتماعية مؤمنة بهذا القانون بعكس القوانين الاستثنائية السابقة. كمان أنا بحب عبر MTV ناشد النواب 10 ألا يعيدوا الطعن بالقانون لعدم تمديد الظلم بحق المالكين، لأنه هناك 500 مبنى مهددين بالقانون
الانهيار ويجب فورا إعادة القدرة للمالك القديم على الترميم. هذا القانون أيضا يؤدي إلى وقف نزيف بيع المباني القديمة ببيروت، لأن هناك استغلال للوضع الحالي للمالك القديم الفقير لبيع مباني المالكين إلى مستثمرين عرب وأجانب، بعكس ما يحاول البعض أنه يروج أنه القانون الجديد هو الذي سيؤدي إلى بيع عظيم. المباني القديمة. نعم، متى يصبح هذا القانون ساريا؟ القانون أصبح يصبح نافذا بعد 6 أشهر من تاريخ النشر، يعني من تاريخ نشره اليوم بالجريدة الرسمية، في معنى 6 أشهر للبدء بتطبيق القانون. بس اسمح لي أكد وطمن المستأجرين أنه ما في صحة لا لتشريد ولا لتهجير ولا لغيره، ونحن كتجمع ونقابة للمالكين سنعمل مع الدولة أو على مطالبة الدولة والمجلس النيابي باعتبار القانون جديد الإيجارات خطوة أولى لوضع وتنفيذ خطة إسكانية يستفيد منها جميع المواطنين في لبنان، أكانوا أبناء المالكين أو أبناء المستأجرين. وأيضا بندعي الممثلين الحقيقيين للمستأجرين إلى التواصل مع نقابة المالكين للجلوس على طاولة والبحث في كيفية تقديم اقتراحات للمجلس النيابي لوضع خطة إسكانية حقيقية تؤمن الحق بالسكن للجميع على حساب الدولة وليس على حساب فئة من اللبنانيين هي فئة المالك القديم اللي انظلم طيلة 40 سنة الماضية، اللي بعده لتاريخ اليوم عم يقبض 20,000 ليرة بالشهر بدلات إيجار. هون هيدا الأمر هو ضرب لمفهوم العدالة الاجتماعية ولجوهر الدستور اللبناني. نعم، باتريك رزق الله رئيس تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان، أنا بشكرك وأهلا وسهلا فيك باتريك. قبل ما أروح إلى الشأن السياسي، برأيك خلص بات يعني رح يرجع ينطعن بهذا القانون، علما أنه في 10 نواب إضافة إلى الطعن الذي قدمه رئيس الجمهورية السابق يعني طعنوا بالقانون؟ أنا اللي بعرفه أنه هذا القانون حقيقة يعني صار في شغل عليه كثير بالمجلس النواب، لأنه بكل الأحوال بده يطلع فيه يعني ظلم على الميلتين، يعني بهذا بمكان ما بدك تقر قانون يكون حل وسط بين المستأجر وبين المالك. بعتقد هذا القانون لما مرق مجلس النواب مرق بالإجماع، ما في ولا نائب اعترض عليه. هلا اليوم في طعن عم بيصير، يمكن في بعض الأشياء لازم تتعدل أو تتطور فيها القانون، هذا شيء أنا برأيي منه خطأ، ولكن الأساس هو أنه اليوم في ظلم واقع من سنين على طرف معين بحاجة أنك تعدله بشكل أنه يعني يرضي الطرفين. أكيد مش حيقدر يرضي الطرفين بشكل كامل، ولكن حل وسط. طيب أستاذ كاظم، خليني أروح إلى السياسة العامة انطلاقا من المحادثات التي يجريها الرئيس سعد الحريري في الخارج، والأخير الاجتماع مع جون كيري في باريس. نرجع بنحكي عن الاجتماعات اللبنانية، شو أهمية هذه الاجتماعات؟ هل كلها تصب في الشأن اللبناني المتعلق بالاستحقاق الرئاسي أو شو؟ طبعا يعني في حراك عم ينعمل سياسي داخل لبنان وخارج لبنان من خلال الرئيس سعد الحريري يلي عمل سلسلة لقاءات مؤخرا، لأنه مستشعر بالخطر يلي موجود بلبنان، خطر الفراغ وخطر شغور بمركز رأس الهرم بالدولة. يعني نحن نعتبر أنه اليوم الدولة بلا رأس، وبهذه الظروف الصعبة يعني بهذه الظروف الصعبة اللي عم يمرق فيها البلد، ما ممكن أنك تكفي بعمل المؤسسات من دون رأس. لذلك المطلوب بأسرع وقت انتخاب رئيس للجمهورية، وهذه اللقاءات بتصب بهذا الجو. وللأسف في أطراف سياسية جربت توصف أنه استحقاق الرئاسة اللبنانية هو خارج لبنان وبالخارج بياخدوا القرارات اللي بدهم اياهم. لا، هذا الكلام غير صحيح. اللي عطل الاستحقاق الرئاسي واللي عطل انتخاب رئيس هو عم بيحط هذا الاستحقاق بحضن المجتمع الدولي، والمجتمع الدولي مش موجود لبنان على سلم أولوياته. يعني بعتقد أنا اليوم المجتمع الدولي مركز على موضوع الإرهاب بلبنان وبالعراق وبسوريا أكثر بكثير من موضوع رئاسة الجمهورية. اللي عم يقوله الرئيس الحريري أنه نحن موضوع الإرهاب بيتواجه من خلال انتخاب رئيس الجمهورية، بيتواجه من خلال انتخاب رئيس يلي هو بيكون القائد الأعلى للقوات المسلحة بلبنان، بيحمي هذا البلد من خلال حركته ومن خلال اتصالاته ومن خلال قدرته على أنه يدير البلد إلى بر الأمان.
اللي بدنا نقوله كمان بموضوع انه الانتخابات تحول او استحقاق الرئاسي تحول الى الخارج، غير انه اللي عطل الانتخابات هو حول للخارج. اليوم اذا نحن بيجوا القاضي الموارنه بيجتمعوا ببكركي، هلا انا عرفت انه البطرك يمكن يدعي لاجتماع، اذا بيجتمعوا بيتفقوا على اي شخص، بيتفقوا على فادي شهوان، بينزل النواب بينتخبوا فادي شهوان. بس هون في ديمقراطيه الموضوع؟ نعم في ديمقراطيه، هون في ديمقراطيه، لانه انت المجلس عم ينتخب شخص، ولكن يعني هو اللي عطل الديمقراطيه هو تعطيل النصاب. وصلت الى محل مضطر انك تذهب الى التوافق. التوافق هو نوع من انواع الديمقراطيه. هو ليس الديمقراطيه المطلقه، هو وليس الدكتاتوري. دائما حزب الله كان يدعو للتوافق على شخصيه قبل الذهاب الى التصويت، كنتوا تعارضون هذا المبدا طبعا. ونحن هلا عم تحكوا بإشي نحن بنعتبر انه النظام الديمقراطي الحقيقي هو انك تنزل على المجلس ويصير انتخاب، دوره اولى ما نجح حدا، دوره ثانيه، دوره ثالثه، دوره رابعه، الا ما يصير في يعني تغيير بالاصوات ينجح حدا. هيك بيطلع رئيس جمهورية منتخب ديمقراطيا من ممثلين الشعب يلي هو مجلس النواب. هيدا المنطق السليم. اما وصلنا اليوم الى حائط مسدود، في فريق سياسي اليوم لمصالح شخصية ولطموح شخصي معطل استحقاق الرئاسي وتارك البلد من دون رئيس الجمهورية، مركز الاول شاغر لمصالح شخصية، معطل هذا الاستحقاق ووصلنا الى هذا المكان. شو اتفق الرئيس سعد الحريري مع نائب وليد جنبلاط في اجتماعهما الاخير؟ يعني الاتفاق كان على المبدا انه نحن اليوم بحاجه للتوافق على رئيس جمهوريه، بحاجه لشخص يكون قادر انه يجمع، بحاجه لشخص يقدر يحمي لبنان، يكون عنده مبدا السياده، يحمي سياده لبنان وحريه لبنان ونظامه الديمقراطي. هذا المطلوب، هذا الاتفاق اللي صار، وانا برايي كان هي جلسه لكسر الجليد يلي كان بالسابق. اليوم كسر الجليد. طيب اتفقوا على الاتفاق على رئيس عنده هذه المواصف، لكن كل شخصيه منهما لديه مرشح وما زال متمسك بمرشحه. لا نحن يعني النائب وليد جنبلاط يقال انه حاول اقناع الرئيس سعد الحريري بعلي الحلو. نعم. والرئيس والنائب وليد جنبلاط ما زال متمسكا بهنري حلو، طبعا الرئيس الحريري متمسك بسمير جعجع حتى الآن، يعني كله بأي إطار؟ شو العمل؟ في شيء عملي؟ هذا الكلام اللي قلته مش كتير دقيق. شو نحن كتير مستقبل متمسكين بالدكتور سمير جعجع كمرشحنا لرئاسة الجمهورية، ولكن الدكتور سمير جعجع عمل مبادرة عظيم، أنا برأيي مبادرة وطنية كتير كبيرة، أكثر من مبادرة. نعم أكثر من مبادرة. وقال أنا ما بدي أوقف حجر عصرة بوجه انتخاب رئيس الجمهورية، أنا ممثل الشعب، ممثل فئة كبيرة من الشعب اللبناني، ما بقبل أني أنا أكون عم عطل استحقاق الرئاسة، لذلك تفضلوا خلينا نتوافق على اسم رئيس جديد يكون بيمثل تطلعاتنا وتطلعات اللبنانيين، عنده مشروع موحد بنقدر نمشي فيه كلبنانيين. اما المشكله مش هون، المشكله انه في عندك طرف ثاني معطل كل الاستحقاق الرئاسي لطموح شخصي ومش قابل يقتنع انه الحل هو بالتوافق على رئيس. كان هذا الطرف الثالث العماد ميشيل عون كان عم يفتح مفاوضات واسعة جدا مع الرئيس سعد الحريري. ما زالت المفاوضات ونحن على تواصل دائم مع كل الأفرقاء بلبنان. طيب برأيك وبنعتقد أنه هذا التواصل هو خصوصا بهذه الظروف الصعبة هو الخلاص للبنان. نحن من دعاة الحوار والتواصل، منا هذا التواصل مش معناته أنه اتفقوا على رئيس جمهورية يكون ميشيل عون. لا، كلام الرئيس سعد الحريري كان واضح انه خلي كل القوى المسيحيه تتفق على رئيس جمهوريه ان كان ميشيل عون او اي حدا ثاني، نحن بنمشي فيه. طيب برايك في ظل هذا الوضع الامني الراهن، هل المرحله المقبله تتطلب شخصيه امنيه يجب الاتفاق على انتخابها؟ يعني لما نحن بنشوف الجو اللي بالمنطقه والاتجاه العام، بنشوف بمصر قياده عسكريه وصلت الى سده الرئاسه، عم نشوف بمحلات عديدة انه الحلول عم تكون بالعسكر، بنعتبر انه يمكن بلبنان كمان يكون من خلال هذا الجو لانه في وضع متأزم بالمنطقة.
المطلوب اليوم حقيقة هو شخص يقدر يجمع، يكون عنده قوة، يكون عنده مبدأ لبنان أولاً قبل أي خيار تاني. مين هذا الشخص يعني؟ في كتير لبنانيين، في كتير لبنانيين عندهم، أنا ما بتفوت بلعبة الأسماء يعني بالنهاية إحنا فريق سياسي وبنتفق على يعني ما لكم عين تسموا بين بعضكم يعني بيزعل الآخرين لا يعني مش قصة في عندكم لا. شخصيات مارونية مهمة في بالطيار هلأ نحن شوف أكيد الزميل هادي حباش صديقنا ومرشحنا الدائم بس لا المبدأ اللي عم نحكي فيه إنه نحن كفريق سياسي قوة 14 أذار مش بس تيار مستقبل منتفق على حنكون ترشيحنا لأي شخص بالتوافق بين قوى 14 أذار قبل ما نتوافق مع أي حدا تاني والمبادرة اللي قام فيها الدكتور سمير جعجع أنا برأيي هي مبادرة كتير مهمة بهذا الإطار لحتى نقدر نتوصل لانتخاب رئيس الجمهورية. سؤال أخير لو سمحت، رح يكون في انتخابات رئاسية، رح يكون في انتخابات نيابية، أو نحن في ظل فراغ وتمديد لمجلس النواب؟ يعني انطرح موضوع انتخابات النيابية قبل انتخابات رئاسة الجمهورية. أنا بعتقد إذا نحن عمل مجلس الوزراء عطلوه على مين بيمضي المرسوم لفترة معينة، اتفقوا امبارح على صيغة ماشي. إذا هذا الموضوع عمل هالبلبلة، كيف بدك تعمل انتخابات نيابية وما في رئيس للجمهورية؟ وأكثر من هيك إذا يعني العماد مش العنصر لفكن الستين إذا روحوا إذا بالستين إذا أنت بدك تعمل انتخابات نيابية، طيب مين برجع بيعمل استشارات نيابية لتشكيل حكومة؟ هلأ نحن مع مبدأ أنه ما لازم يصير في تمديد للمجلس أبدا ومع هذا المبدأ، ولكن المطلوب اليوم أنه ننتخب رئيس جمهورية لحتى نقدر نعمل انتخابات نيابية. عظيم. في حال ما قدرنا نوصل لانتخاب رئيس الجمهورية هذا موضوع بينبحث. الانتخابات النيابية هي ضرورية ونحن نرفض التمديد بالمطلق، ولكن انتخابات رئاسة الجمهورية هي الأساس وهي المنطلق اللي لازم نطلق. عظيم. عند هذه النقطة بتنتهي حلقتنا معك أستاذ كاظم الخير عضو كتلة المستقبل، أنا بشكرك وأهلا وسهلا فيك. مشاهدينا الكرام انتهى وقت البرنامج، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.